ذات المسألة إن مسألة الحدث أبين أم كريم تبقى نقطة مضمونية معلقة على جدول التاريخ تاريخنا المعاصر. قد لا نتفق حول مضامينها، لكنها تبقى السبيل الغير متروك لحد الآن، والهدف الذي لم نصله. وغياب الحدث في جميع أبعادها وكبنية شمولية تلخص النظرة الكلية إلى العالم والكون والطبيعة والإنسان، يبقى غيابها عن عالمنا الإسلامي أحد الزوايا والمنافذ الأساسية التي من خلالها تعد أنماط التخلف والاستغلال والاستبداد. إن الجميع اليوم بعد أن أتيحت لنا إمكانية التلصص العمومي عبر وسائل الاتصال على باقي البشرية، صرنا نعيد السؤال الذي طرحته المخ الإسلامي إبان مرحلة الصدمة والاتصال الأول مع الغرب: هل الإسلام والحداثة عنصران متضادين؟ لقد سمت الإنديليجنسيا العربية عملية اللحاق بالآخر اسم النهضة العربية. أنجز منها ما أنجز، لكن الحصيلة أننا لم نخرج من عهد النهضة بل تخلفنا عنه وعن البرنامج العام الذي طرحه مثقفون نهاية القرن 19 والقرن 20. هل ضللنا السبيل؟ لا نهضة فكرية، لا تصنيع، لا تقدم علمي، لا ديمقراطية في السياسة، لا اندراج في التاريخ الكوني. وحتى لا أعطي الكلمة الجمعية أفقا لا تحتمله، فقد أردنا أن نقرر معكم هنا انشغالاتنا بقضايا ارتأينا أن نستدعي لها رمزين من رموز التجديد الفكري ضمن الإطار الديني، إنهما الباحثان الجليلان الأستاذ محمد جبرون والأستاذ عبد الوهاب رفيقي والكاتب الشاعر قيس علوش لإدارة هذا اللقاء والتوضيئة له بحكم انشغالاته الفكرية والأدبية والنقلية التي تسائل الحياة.